اهلا اهلا، رجعنا من جديد ورجعت معكم. تحسك فرحان. هذه من بوشيبة اشرقت الانوار ونور الاستوديو، وكما قال المنصف العجنقي زهور الحمامات وكذلك التعبير التعبير في بلاصتو. مرحبا بيك، عايشك. مرحبا بيك، مرحبا باللي يسمع فينا الكل. شكرا، غيب علينا. اش فيك محمد؟ خلينا نخدموا على رواحنا. شفناك في الاستوديو. لا والله كنت وحدي ومرا غاديك باش ما كنت بعد حالي. عرفاتها تخرج الاربعة ونص ترجع كان السبعة غير ربع. الحمد لله، برافو. الله ورضيت الوالدي. يا سيدي، مادام والدينا راضين علينا ان شاء الله والديكم انتم زاد راضين عليكم. ومادام احنا نحكيو على الخيرات ونحكيو على الرضايا، نجموا اليوم نقدموا لكم فار كما العاده. الحق يحب يرضيكم هو وديما يخلق لكم في الحاجات الجديده. نحكيو على مبلدو غاز، العلامه التجاريه اللي لقات الثقه نتاعكم ولقات الرضا نتاعكم، هذا بشهاده الحرفاء نتاعها. اليوم احتلت المراتب الاولى، خلينا نقولوا في الوطن القبلي وفي تونس بصفه عامه، قاعده اليوم تفك في بلاصتها بالكدا. مبلدو غاز اثاث دوغاز اليوم يشرفنا وينورنا كما العاده في الحمامات والتوصيل على كامل تراب الجمهوريه. يرجع وبقوه بعد غيبه شويه، رجع لنا بالقوي زاد برشا. علاش قلت لكم رجع بالقوي؟ على خاطر رجع كوليكسيون تعمل 66 و70 و80 و90 كيف، شيء يعمل الكيف، سواء في الالوان، سواء في الديزاين، سواء في اختيار الاقمشه، في اللوح ونوعيه اللوح اللي مش اي لوح راه ندخلوه لديارنا، مش اي حاجه نحطوها في ديارنا. ديما كل واحد فينا يحب داره تكون اكل القطعه الفريده اللي ما فهمش مش منها كعبتينا. انا قاعد نستمتع بالصور، كمل احكي. خليك انت تستمتع وانا خليني نقدم لهم شنو اللي نشوف فيه قدامي. علاش اللوم؟ عندي لوم تو. انا سي كريم دوغاز، نحبك وتعرف قداش نحبك ونحترمك وبالحق وعندك معزه خاصه عندي انت وئام وكامل الفريق والسيد. قولوا لهم عيدكم مبروك بالمناسبه. الفاضله مدام ايمان، وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. ولكن الله يهديك. مهمشني. لا مش مهمشني، اي مهمشني هو. انا قمرت طاولة. فما طاولة تو ريت هذيك مبل فابيو ولا شو اسمها، حاجة كيما هكا جديدة. كنت تو مركز معاها. منين طلعت يا اخي هذيك؟ خاطرك انت ما تبعش شنو فما توندونس عند دوغاز، ما تبعش شنو الحاجات. لا تو انا كنت مقمر طاولة أخرى. هيك تعديت تو، كنت مقمر طاولة باش ناخذ. أيوا، علاش أنا ديما نقول لكم، ديما نقول لكم اعملوا طلع على الباج فيسبوك وانستغرام. عندك مديدة ما عملتش طلع على الباج فيسبوك، فما حويجات راهو كل جمعة تلقى جديد، كل جمعتين تلقى جديد. ديما تبع، كان عرسك قرب، كان تحب تبدل الأثاث نتاع الدويرة، عندك مشروع زادة تحب على فازات هكا وما تلقاهمش في أي بيرو في أي مشروع، امشي ادخل توا 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 الباج فيسبوك نتاعهم مبل دو غاز، والا الانستغرام نتاعهم. زاد الارقام متاحه للجميع. محمد شوي اخر يقدم لكم الارقام. بطبيعه نجم تشوف. شكرا سيده المخرجه على الصور الحلوه، وشكرا زيدا لاثاث دو غاز الحقيقه اللي ابدع بالتوش المودرن وباللمسات اللي قاعد يخدم لنا فيهم. وديما كيما نقول لكم راهي مش اي حاجه تدخل لديارنا وتخلينا مقتنعين. محمد شيخ على هذه ظهر لي، فما شوا كبير حس بالاختيار نتاع كل حريف. يعني احنا نساء نختاروا ياسر 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 الحاجات ونحيروا ياسر. ولكن عندكم الشوا مع سي كريم دوغاز، كل حاجه نقمرها نقول يا تو ناخذ هذه، لا ما عادش فيها اللي باش نقمرها باش نمشي ديريكت ان شاء الله. نذكر اللي مبل دوغاز تلقاوها في شارع ابو ظبي الحمامات. لمزيد الاستفسار ولا باش تاخذوا فكره اكثر، تتصلوا بهم على 50 263 869 50 263 869، ولا تلقاهم في شارع ابو ظبي الحمامات بحذا راديو كابا فيم بالضبط. نعاود نفكركم اللي مش موجوده شوروم هكا، هاو موجوده على ذمتكم دو شوروم سواء قبل الفو والا بعد الفو، هذم كلهم تلقاهم في شارع ابو ظبي الحمامات. التوصيل على كامل تراب الجمهوريه حتى خارج حدود الوطن. زاد ينجموا يوصلوا لكم القطيعات نتاعكم، القطيعات الفوندو اللي يعملوا 66 كيف، حاجه تلقاها كان في دويرتك انت اكهو. وزاده تنجم تغير انت في اللون، تغير انت في المقاس، هذا الكل حسب الدويره نتاعك والا حسب المشروع نتاعك. محمد قاعد يستمتع، خلينا غادي باش نزيدوا نستمتعوا اكثر واكثر. احنا نحب نهنيكم على الدويره والمشروع كيما تهنينا على الاثاث. هات خلينا شوي اخر نحكيوا على التجهيزات المنزليه الكل.